اليوم قررت اني اجيب C6 يا ميكو، لكن هذا الحساب سوف يذهب للمتابعين غدا الساعة 4 بتوقيت مكة على تويتش، فتعالوا جميعا غدا سوف نستمتع. واذا راح نكون نلعب وذرينج ويفز فلازم تكونوا موجودين معنا. وطبعا اذا حاب تشتري حسابات الريرول ممكن تشتريها الان من موقع تويكس وسعرها رخيص الصراحة، ولا تنسى تستعمل كود الخصم ASG. ولكن عندي سؤال سريع، كم 2 مع 2؟ غلط، لانه لو انت من العراق ومش قادر تشتري من تويكس ممكن تكلم وكيل اعمال تويكس كازوها على الانستغرام، سوف تجدون رابط الانستغرام خاصته في الديسكريبشن، راح يوفر لكم طرق الدفع والكريستالات. كل اللي عليك انك تفعله انك تقول له انك من طرف ستيورغ وراح يدلعكم. يا جماعه اخيرا 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 اليوم سوف نقوم بالتفتيح على بانر العمه، عمه الشخصيات، عمه الكل، عمه الاعمال يا ميكو. هذا بيكون يوم اسطوري لانه تويكس ارسلوا لي هذا حساب وعندنا 58,000 برايمو جيمز، 58,000 و60 سحبة و101 سحبة في ستاندرد، جي جي حرفيا جي جي. فاليوم بنعمل هذا التفتيح الأسطوري ونحاول نجيب الشخصية على C6. صح أنه ممكن ما تكفي على C6 صراحة، رح أبدأ على طول، لكن شوفوا عندنا 100 سحبة في ستاندرد، فرح أستعمل ال20 اللي في بانر نويل ونشوف لو يكون محظوظين من البداية فور ستار. أوكي أوهو أوكي، بداية خير يا جماعة. أوكي تريبل فور ستار، جبنا نينغ وانغ وجبنا سوكروس وأيضا جبنا نويل. أوكي بداية أسطورية، العشرة اللي بعدها على طول نحاول نجيب 5 ستار من البداية بليز. أوكي مش مشكلة، مرة أخرى. الو اوكي جبنا بيدو شونغيون، تيت ستاندرد بسم الله، يلا بيتي 10 ليتس جو فور ستار. ارجوكم اعطوني ايرلي كاب. قاعدين جبنا ويتسيث، عندنا سلاح الياي ميكو. لو ما جبنا سلاحها لانه ممكن اقرر اني اجيب السلاح، لكن ويتسيث يلا ياي ميكو عنده سلاح كافي ما احد يهتم لك. اوكي بليز حظ 30 شت 40 فور ستار بليز 50 فور ستار يا اخي اعطيني شيء. اوه جبنا بنت، نسيت بنت، يلا جبنا بنت في الحساب. ليتس جو 5 ستار يلا. انا متحمس ارجوك لا تكون تشيتشي. على الاقل سلاح ممكن لو يكون سلاح جيد، لكن تشيتشي لا. لو يكون تايناري، داهية، مونا، من اخر، حتى كيتشينج، لكن ممكن ديلو. اوكي ما نحب كيتشينج ديلوك وتشيتشي، لكن على الاقل الكيتشينج وديلوك ممكن يشتغلون بشكل جيد، صح؟ ما جيدين في الحالات كلها. بليز هذه بداية الحساب أرجوكم. أوكي 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 مش مشكلة جين، مش مشكلة يلا مش مشكلة جين. أول 10 على يا ميكو بليز بليز من البداية أرجوك. يلا جبنا ياو ياو، ما أعرف إذا الشخص اللي بيربح بيحب ياو ياو ياو، لكن يلا أتوقع بنجيب الكثير من الياو ياوز، عندنا سحبات كثيرة. 20 اوكي ميكا مش مهم، نجمع كل الشخصيات اللي في اللعبة. 30 لا يا جماعة لا يا جماعة ارجوكم. اوه نو 40 صح؟ 40 سكيب. يلا شينيان موجودة، اهلا شينيان. شوف هذه بتكون فيها شيء جيد، بيجينا اوه فستر، قلت لكم ايرلي 50 اوكي. اوه بيتي 41 ليتس جو. اوكي بداية نينغ وانغ ايرلي من البداية واثنين فور ستارز، نايس ممتاز 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 ممتاز. اوكي انا تحمست مرة اخرى ارجوكم يلا نكملها ايرلي، هذه اول واحدة. اوكي توقعتوا فايف ستار، والله فجعني لكن شفتوا التوقع الصح، قلت لكم بيكون فيها شيء. هذه البيتي الان 19 اتوقع، خليني اخليها 20 بس عشان نخليها رقم عادي. اوكي سكو دخلنا في البرايمو جيمز، جبنا يون جين، اهلا مش مشكله، نحب شخصيات اكثر في الحساب. و 40 انا متوتر، ارجوك ايرلي كملها ايرلي. هنا كنا في ال 50 احنا محظوظين، هل نكون محظوظين مره اخرى؟ ارجوك بنت، اعطيني بنت اخي خلاص نينجوان. اوكي
60 يا جماعة قربنا البيتي 60 أرجوك حتى أرلي بعشرة مش مشكلة. دراغونز بين سلاح جيد. أهلا وسهلا بك. 70 أوكي 70 بالضبط. شوية أرلي شوية أرلي. البيتي 61 للمعلومة. المعلومة هذه كانت البيتي 61 أوكي أوكي كانت البيتي 61. هذه نينجوان دامي باش تجي. شوفوا كانت البيتي 61 يا جماعة. اثنين ايرلي يعتبرون أوكي 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 نعتبرها ايرلي. لا نحاول السلاح نحاول نجيب السلاح. لا بكمل على ياي لأنه الويتسيث جيد الصراحة. الويتسيث جيد 29 ما راح لا تخسر هذا 29. يلا نكملها ايرلي بليز مع انه جبنا اثنين ايرلي بسرعه لكن يا 39 لازم نروح المكان. اوه في مكان محظوظ شجره الساكورا. يلا نروح لشجره الساكورا احسن. وايضا ايضا ايضا بحاول ادخل لعوالم بعض الناس اوكي نشوف حظنا عند عوالم بعض الناس لانه انزلي يا نوبه اوكي. لا انت الحب يا ميكو بليز تعالي. نسيت البيتي يا جماعه اتوقع انها 40 فور ستار. أرجوك لا بليز بليز نينج وانغ صارت سي ستة خلاص. نينج وانغ خلاص أعطوني بنت سيوان على الأقل يا مدير. أوكي نكمل. يا الحظ طولت. أوكي أتوقع أنه هذه البيتي صح. واو سكيب. أهلا وسهلا سيوان. أوكي نتوقف هنا على سيوان بعد أحاول أفكر في استراتيجية جيدة. هل اوكي تعطيها ليفل 2 تخلي الاي اقوى بشكل كبير نايس وتزيد الرينج. اوكي كم عندي انا حاليا؟ عندي تقريبا 250 على ما اذكر. الحسبه السريعه هذه لازم الحظ يكون اسطوري جدا. عندنا اكثر هو عندنا 15 هنا لكن اسحب 73 بعدها 17. انا حرفيا مش عارف كم البيتي الان لكن هي 0 او 2 او 3 او 4 لانه عملت سكيب لما جت ياي الان. يلا 20 بليز الحظ ارجوك. 30 بليز ايرلي مرة اخرى. كنا محظوظين في البداية لما اوكي جبنا فشل. 40 جد يا جماعة بدأت اخسر لهذا. 50 ارجوك 60 70 هذه 70 اتوقع انها 70. اوه نو مستحيل بكمل بالوحدة اللي انا اتوقع اني وصلت البيتي. لا تخسرني اكثر ارجوك بليز. خلاص اوكي عملت سكيب على طول. هذه فيها 5 ستار صح 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 صح. ارجوك فوز. نايس اوكي سي تو. تنظري في احلامك يا اخي ليه ما تحبيني اخسر ال50 50؟ هذا بتاخذوه انتم الحساب. الشات حاب اخسر ال50 50 وهو اللي بياخذ الحساب. الغباء برو ست سي 6 تعال عالمي حظ نار. اهلا وسهلا خلينا نشوف حظكم لما تدخلون. اسرة كيف الحظ؟ هل حظك من انت؟ قل من تكون في الشات اول شيء. يلا حمزه ويلكم ندخل كل الناس. نايتمير اوكي نايتمير لازم يكون حظك جيد. خلاص نايتمير اسطورتنا. حمزه ويلكم ما راح ادخل اكثر اوكي خلينا نشوف حظكم مع بعض. نشوف نايتمير بليز كون عندك حظ كويس. 10 نايتمير قلت حظك كويس صح. 30 نايتمير يا نايتمير ارجوك. 40 او نو نايتمير. 50 يا نايتمير. 60 على الاقل تعالي في 60 وصلتينا بيتي نايتمير. 2 نينج وانغ والله لو اخسر 50 اوكي اتوقع انا جت ايرلي شويه. نايتمير حظك كويس ارجوك بليز يس نايس ممتاز. سي 3 ايزي تعطي الكترو دامج بونس.
لا بنجيبها سيفور. بنجيب سيفور يا جماعة. شوف إلى الآن فايزين 3-50 صح؟ لا فايزين 3-50 وخسرنا واحدة. يلا سيفور سيفور. تعالوا تعالوا وقفوا أمامي كلكم هنا. خليني أشوفكم. أظهروا لي أنفسكم. كم عملوا ألتمت خليني أبدأ. عملوا ألتمت. نايس. أوكي. شعوذة شعوذة يا جماعة نجيبها في البي تي صفر. اوكي ارجوك ارلي بليز بليز ارجوك اعطيني ارلي وقتها بالفعل ممكن نجيبها مره اخرى. اوكي لا لا يا جماعه 30 40 او نو راح اجيبها 40 ارجوك لا او شيت كان عنده 58000 بريمو جيم 60 الان عندنا 7000 70 خلاص اعطيها ايرلي شوي على الاقل يا كلب كم وصلت الان ارجوك ارجوك خلاص فرصة الو الو مين اخر واحد دخل مين اللي دخل اخر واحد كيف اطلع اطلع انا عملت حظك زفت اوكي الان بيلعني شوف اوكي 5 ستار ارجوك ياي 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 يا عشان طلعت لا عني رفيق ممكن لانه حظه بقى عندنا عشان احنا بنجيبها ايرلي شوف 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 20 يس يس رفيق ان يور فيس بوم ابلع ايزي 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 سي 4 يا ايميكو خلاص ايزي سي 4 اوه باقي عندنا باقي عندنا ثلاثه يا جماعه ليتس جو ليتس جو سي 1 نو سي 2 نو سي 3 ابدا سي 4 ايزي صاحب الحساب عندك البيتي حرفيا في الأربعين الان اوكي البيتي عندك الان في الأربعين يا الشخص اللي بيفوز بهذا الحساب عندك 26 مليون مورا لازم تجيبها سي 5 والمره اللي بعدها تجيبها سي 6 لان انا حبيت السي 6 لان حرفيا 60% من الدفاعات تنقص كميه دامج بيصير عندها اس 2 3 ايزي يا جماعه ايزي عندك 1300 كتاب اسهل تلفيل في الحياه ايضا يعني ممكن تلقى لها استعمال الى ان تحصل على شخصيه اخرى جبنا بنت والله كنا محظوظين انه جبنا بنت على الاقل انا سعيد كانت سحبات رهيبه كانت انا حظي دائما في جيجر رهيب الصراحه جبنا ويتسث جبنا حركات سي 4 انا متحمس فتعالوا غدا لكي نقوم بالتفتيح يا جماعة Let's go If you don't subscribe to Steorage You're gonna lose every single 50-50 in your life Also check his latest video You'll love it